أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. موضوع الحلقات فقه الأسرة أيغر الشغر ذو قيمة شدوايا، الله أعلم بالصواب. نختار العنوان أجي أتص السبات، أتص السبات لفاكتور عوامل اختيار هذا الموضوع. أتص السبات قلنا سبثم زور ثيث مثم الأسرة ومقارس قبيل ثواشولت لفامي ثواشولت ذنتسث إذ لنوايو، يعني ذنتسث النواة المجتمع، لنوايو المجتمع على سوسيتي كامل. لكن مثل مرة ثفنا أغفيوث النواة لنوايو قدننا ثواشولت زركن ثدار ثمورث كامل أتفض ثلايو ثنتواشولت ثايض ثيسنا ثيس أربعة ثيس ستة ثيس عشرة ثيس مية. أم بعد خذمن لسوسيتي خذمن مجتمع مادة ثنتاثي رساس إلا قان هضر في اللاس إلا قاتني السين مليح مليح سبث ثيسنا ثيس ثيث مثل أن الأسرة نصرى شو السيس أغد خذم سعانا رال ثواشولت إلا قات خذم يون دور ذا مقران ذي المجتمع دور ذا مقران هل طار ثواشولت تسعود درياث نتذكر سافريد وخلاص تزرم كامل ماشي وقت الدور ينس ثواشولت سعى طاس من الوظائف طاس من الدور يتخدم ذا شوث طرمي الدورة جين الأسرة إلى قد ربي الدرية خطر الرش بسا ذيرجز نزكا مطلوب من الأسرة باش تؤدي دورها أو أدوارها المختلفة في المجتمع بدءا من تربية النشأ أو تربية الأولاد سبثي ثلاثة مثلا أقلاقنا عاش ذي المجتمع انت سوالي بعض الظواهر المنحرفة ألور برمي يغفلني مقرانا وهرني مقرانا وقيم مقارن ظاهرة الأمهات العازبات لمرسي لباتير إزمنا كنت دينا غيث مثلا زيك ولا الشيك ثم طوثة زوج دور قازة سعود الدرية نورمال منتفر ثم طوثة سعود الدرية فراني زواج فراني زواج بلا ما تزواج أتسعود الدرية من بعد الدرياني أدفع الفينومين ويسر معه ومقارن الأولاد غير الشرعيين، يعني الدريا ونسار الوالدين سن يديلوا لن فراني الشرع يديلوا لن فراني الزواج وكذا كذا تسوين ديوغ فلان ذي مقرانا تسوين ديوغ وقرن ذي مقرانا لنسيسن وكذا يغاند لي كريمينال ذي مخورن ذي سراقا ذي قتالن خدم كل شيء أدكرن المجتمع أما كندنان بعضهم إنك نكون يد نرتصار أمش كنوا يوك سام الوالدين نوان نكونوا نسار الوالدين ألورا دل نرتصار مين نكوني أن خدمين أين السنة أين السنين ورن السين أن سخصار أن أخوارا خدمتو أين بارس كنوني نتوحرم نعاش حياة الحرمان حياة الحرمان الصوضاء باش نكوني أستقان خدم أين نفغى أين غير أين غيهوان أثن خدم السبب وصار بعيث مثلا انتوالي كذلك ثواشولت الزايريث بالذات ثعاشو مقارنكني حالات التمزق يعني ورث الدوكلارة ودقرارة بلي ثواشولين فرق انتحاشا الحمد لله لان ثواشولين لان تلفامي الدوكلان ويسعى المحبة يسعى الخير يسعى التعاون ولكن مثلا ذي الثوالي مكامل إلو مقارن التمزق العائلي تمزق الأواصر والقرابات أتفضل فاس أريد دوكر ذي الميس يليس أريد دوكر ذي الماس جماس أريد دوكر ذي جماس الجار أريد دوكر ذي الجار ستدير بلك ميم ذي العواشر وذي نظران ولاش لا الزيارة لا المغافرة ولا شيء ستدير اللي مقارن يزمنت العلاقات يري مذانا يرث وشولت ير أفراد الأسرة يعني هناك تمزق للعلاقات والقرابات وقيث مثلا ذي فاكتور وايض يعني عامل مهم ذا اشتقي رجال باش أن نقش نغا نسقردش نغا نهضر خمسة تاقي فقه الأسرة السبب ويس خمسة ذا شوث انتشار ظاهرة الطلاق الديفورس ذرو اكثر ذي المجتمع مثلا ذي الحلال بلا شك ذرو ذي الحلال ذي الدين النغ ولكن ذي الحلال يشرح ربي سبحانه عز وجل نفيوش في صلى الله عليه وسلم ينادى أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نكون ساكن سوالي ذي المجتمع النغ الطلاق يشتار السبة نغ بلا سبة ثورة الجيلاقي سمحتي الجيلاقي اللي جون إلا وندن السنقاذم سينا خلو يزيكي مغاران زوج مكان بيبرين وثميو السان ماران إذا ما يكون واش تخدمام تفنديز مسق مزوغ يعني تفطور الساقين اللي ندي الجون الزوج نسمانا أقول الفرون أين الخلل أن دي المشكلة أم يسان يعني لو بالك وانت بفغني الشراع إلا وانت عف سمثيل سان الدين إلى آخره مارغريسا يعني مارغريا كوين إلا أنا كالي سيركونسونسا كذي تاشن مارغريسا أكنر الدكلن بعد ثمغرة بقى على خير هذه في ذولي كونفلي جراسن ذو النزاع أذكر القيرة ذو خامنسن أم بعد فيرو لذلك ظاهرة الطلاق ما نولي اللي قويني انطلاق سميت زاد من أسباب الطلاق في الجزائر غياب فقه الأسرة أتفض خصيصا تموسني خاطر لو كان ثلاث موسمين تصور نرى الديفورس سمحتي مغار نزيك جوجن ولكن لانت لي فالور ثاني يحكمن لانت لي برانسيب لانت الأخلاق لانت لي فالور ديال المجتمع من بعد تفضل ما ساعة المشاكل ساعة نكورن ساعة الخلافات ولكن تروحوا نار ديريكتور الطلاق يلا الصبر الصبر قيمة من قيم الإسلام وقيمة من قيم الأخلاق وكذلك سعنو مقارن لحية تسطحين تسمو قول نسا زكا تسمو قول نسا زكا سوالين ذا غلائج لي كونسيكونس أشينين ثوران كلمة ميفرا أم بعد أمش أذو غالنت في فاميلي نغوت سميلين نتارا أذو غال ذي العيف أنسطحين أن مقول سزكا أتسمو قول ذا لي كونسيكونس يعني أن الدريانسن أسيني المستقبل الدريانسن أزكا الدريانسن أذا عاشن دي الحيفة مقران ذي المحنثة مقران خطر قشيش يسال حق باش دي ربي يرفا فاسكو ذي ماس في أحضان الأب والأم ولكن يحرم من هذا الحق ما إلا حرمنت ما إلا فرو يراسن أتحرمن ما حرمنت ضيعنت ما ضيعنت سعى الذنوب ألو رتفض غس عن المشاكل سعى يلا الصفراقي غس يلا الطلاق ولكن قليل ما تشيك كي إلا ثورة يثموثنا ذي المجتمعنا سيبو سيثمثن أين يعني الطلاق ذيون العامل من العوامل يعني غي صوضن باش النقش ثمسلتاقي نفقها الأسرة نفقها الدواشول ويستا نتوالي يثمثن الثقافة الشرعية تنقص ذي الموضوع التفضيل المزين قارن الشرعة الساق ولكن لا بلوبار جهلة بأحكام الشريعة في هذا الموضوع ولما سعى للدبلومي مقراننا فبالتالي يثمثن العامل وستة هو الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة وفقه الأسرة وقيل العامل وستة سبا في ستة سبث السبعة غيث مثلاً أنه نتوالي الساقي ومقارن أغفلة مقارن العولمة مونديالزاسيا ساعة العلاقة مما قضايا الأسرة بشو المعنى يسال نظام العولمة المعنى يسال مقارن نجد الدونيث ماريكان وكذي مقارن يشفان أفغان أذر الدونيث كامل أتلحو في السيرانسن في الفهامنسن في الثقافنسن في الثبوسنينسن أكن أفغان اثنين ذيم كل شيء ذيم كل شيء خاصة يعني عنان لمراجنت وشولت يعني عنان قضايا الأسرة أش قارنا نفرض قيمنا وتقاليدنا وأعرافنا وثقافتنا في شؤون الأسر كلها بما فيها الأسرة المسلمة ستا دير تفضى وشولتين سلمث وليو باش تتبع الشرع باش ديننا وغانا تضيفا عنا شو دينا العلماء أكن دينا أمريكان أكني أكن دينا اللي جويف اليهود أكني أكن دنا اللي كراتيا كني العولمة جيث مثلاً تسويد المنكر مقرن بيان سور سالي زافونتاج سعيني الهان وقي ماشي ديني فرن ولكن داخل سالي زين كونفينيون سالي السلبيات في مقرنين أنه الأسرة الجزائرين الأسرة المسلمة نولنس بضنس باش أغكسنا كل فالور نينا أغكسنا كل قيم نينا أغكسن الأوروبير أغكسن المعالم نينا أغكسن الأخلاق نينا أداوي الأخلاق نسن هذه غالا نحب السيف علينا أكن فغاني ثني ثقيل السبع في السبعة ثم قرانت السبب السابع الأكبر وهو بروز ما يسمى بنظام العولمة أكثر من ذلك يثمثن ويس ثمانية تصل عوامل على كل حال لنا سيقوم يقارن خدمين دي كونغري دي سيمينير دي كولوكيم قرانن مؤتمرات ملتقيات ذا شو خدمين
باش هذا هدن في ركيزين من الإسلام ذكوين يعني ثواشوت لكم قرائم قرآن صرف نفلسني مليارا أكون دفتغ كلك يعني اكزامبل لك بار اكزامبل في سبتمبر اكزاكتمون سي خمسة غالما 13 سبتمبر 1994 ذينا خذمن تحت رعاية الأمم المتحدة لونو خذمن يقول الكونغري ذا مقران اسميس مؤتمر السكان والتنمية اسميس يلها ولكن سينا قارن سوف ليش بحي رقم داخل مثل دي غيركا يمزوق من برا واش حالك من داخل مؤتمر السكان والتنمية أتوالين يعني أكو فلان ينزلاغ من الدونيث إلى آخره أكو ذين يعني الديفلوبمون يعني التنمية بو مرة توضاك المؤتمر إلها مداخل ذي لوردر دو جور نسن جدول الأعمال طرميثي مساليني في هضرا أشقارا إلى قذ يغال لافورتمون الإجهاض ذي الحلال ستادير ثمطوث أتسعو أتسيريس ستاذيست يعني تكون حامل أونسانت مثل غا درياني وتسعو يالا أتسود وانا كذا ميكسا وقشيش دوم وانا طروا من أكات موادي غلاذي مثل والسلام عليكم سمناس الحمل غير المرغوب فيه ستادير ثمطوث مثل ستاذيست أتمشاور دور قايس لك واحد لسا أكثيني بان كيني ثورة سيغسين دو غارسون دو في ثورة وحواج غارة وان تروازيام وان كاتريام ألور سي سامبل هذا ودوا غتخدم هكا دفاع والسلام عليكم هذه مثا ورديو غال وفرات ألور رغوصن قارن نشتاقي نورمالمون ذا شو لابس يا خويا يا خي أرقات مطوث سعان الحرية سعان الدروا باش وسعو نرطس ندريا ما يعجبها ستخم لا فورتمون 10 ثيكال 10 يفردان الى وش ثلاث ديوان الورا اللغه بعد اماكن قارن بعض العلماء اسمي اسمارسنت المذابح البشريه نغ المجازر البشريه تمتاثن ذي مليون نك تمتاثن براش الطريقه يقول لا فورتمون ذي مليون ماشي ذا مليون نغلسي نغ 10 نغ 20 ذي مليان قرانا يقتمتاثن السبايس لافورتمون الإجهاض ذي سبتمبر 1995 يسد مؤتمر بكين ذي الصين أيضا يقول مؤتمر ذم قرآن ذم قرآن كذلك يبيدو هورن ذم قرآن ذلك يثمثن إم قرآن فغنغ ديتروين أما ديتروين دين النغ أما اللي فالور النغ نغ الأخلاق النغ نثواشولت النغ ألور ما روح أنت أكثر كيزينة قشو غدي قيما كذلك يثمثن وقي العام الويس 8 المؤتمرات أجي يكون شان تكلموا عليها العام الويس 9 أدنى أول ماذا 10 عاون بعد نحفز العام الويس 9 يثمثن أنه نتوالي يساقي ذي الوقت أجي ذينا عشاء كثورة لانت وسائل الإعلام وسائل الإعلام خطيرة جدا وسائل الإعلام زي كان ترو في البارابول اسمي دي فاكن بارابول ايه الغاشي فريث العقل بزاف نقاذ راونا غاثنا وين تقير فريث ثوى شون تنغ قير فريث ثيلا وين كيف كيف الحاصل اثورا يوسدين غلفن الفضائية برامير موزافنت زيك ما 95 غصة اللي الشان اللي طرانجي راقي ثورا اذلا عجفي قلان ثورا ذي قيم ذي قخام اذي والي 300 نغ 500 اللي الشان يرنا لا بلو بارت هود دونت ماشي فنونت ارنو ذا غادي يروح للسيبر كافي تسوي الانترنت نغ بالك ساعة خميس شبكة المعلومات العالمية الانترنت تزرى ما شو اللي عجبك لان ديكس ثلا الخسارة ديكس كثر الخسارة يقول لي البارابول نغا كل الفضائيات مدني غا كيث مثل سي قراي ولا انت لي زافونتاج لا دي زافونتاج بيان سور لا انت ديال الانترنت لا انت البارابول ولكن فكيد لي غارونتي باش انا وي لي زافونتاج ونجلي زانكونفينيون أشحال الجرائم يقدران أشحال حاشكم حاشا قدركم جرائم الزنا كرمكم الله جميعا الزنا الفواحش أن دي وظن يمذان النماذ لجن دي المزين أما تي المزين بظن خذ من الحرام خذ من الحرام من بعد فغنا ما كدنير لمرسي لباتير الأمهات العازبات الدرياقين الأولاد غير الشرعيين و يعني يتصغ فلان يتصغ بوري ديوسان أتفض السباب لك الانترنت وسائل الإعلام قيثم قرانين يتهدوا ويسدي تروي بزاف الدريا النغ نثوى شلت النغ كذلك العام الويس عشرة يثماثان تقديم النموذج المثل أي نون سيارة غد نخدم
ليكزومبل تيب سيتادير في رمان ساعه موسني وسنقرا كان ثروي 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 بروي الورا ينو تسيلنا لي جون غادي لا هوتور ان شاء الله في مستوى الشرع ربي سبحانه عز وجل باش ذفنون ثواشولت اكن يبغى ربي ذنبي ثواشولت في الدين في الاسلام في الاخلاق في التصرفكا ما شاء الله خاطر ساعه حاجه اسمي الشرع وشرع ربي يثمثن يصلح ذي كل زمان ذي كل مكان صالح لكل زمان ومكان وسي قرائي ونشرع قيل هازي ذي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الوقت الصحابة ذي الوقت الغمان بس أثر أقلق ذي العصر الانترنت عصر الفضائيات عصر الصواريخ ما زالت قرم الإسلام ينفع أو الإسلام ربي سبحانه أدي قرى ينفع المثل يردونيث الور باش الانسان ويسعر لي كومبلكس ويسعر العقد ويسعر العقد ويسعر كومبلكسي قدام يعني كل الحضاره نتاع اليوم اسيني عندي حضاره اسلاميه اذفنو ثواشولت فلساسي صحان فلساسي صحان ليس عن لي فالور الدين اتعش ثواشولت ذي لهنا ذي ساده وتحقق كل اهدافي نظم عظيم ربي ثقيل البدايه ان شاء الله هذه جعل ربي شاء ثم ديثنا الخاتمه حسن الخاتمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك والحمد لله رب العالمين.